بص، هو الموضوع في البداية كان مجرد رواية. أنا فضلت إن هي تتحول لسينما. أنا قلت لينا رواية في مصر ما عندناش حد يعني حابب القراءة قوي زي البلاد التانية. إحنا بنشوف السينما وسيلة توصيل سريع يعني. فقلت لها نعمل الموضوع فيلم، فهي اقتنعت، كتبت السيناريو. أول مشكلة واجهتنا الإنتاج، إن أنت بتصور مشروع ما بين مصر وروسيا والنجوم بتوعه روسيات. فكان البادجت عالي يعني. عرضت الفيلم على ناس كتير جدا خافوا من الفكرة، قال لك تمام حلوة الفكرة بس احنا مش ضامنين الحاله الانتاجيه مثلا ان هي تجيب الفلوس تاني او كده. لغايه ما عرضته على شركه الانتاج اللي معانا دلوقتي استاذ محمد الشريف، اقتنع بالفكره جدا، قال نخوض التجربه. ولما خدنا التجربه رحنا صورنا جزء في روسيا وبنصور دلوقتي الجزء الثاني في مصر، يعني الجزء الثاني من الفيلم يعني مش الجزء اللي في المصري يعني. وان شاء الله لما يخلص هيبقى في جزء ثاني من الفيلم واحتمال يبقى في ثالث، لان الروايات دي مكتوبه يعني، مكتوب جزء ثاني وثالث. انا شفت ان انا ممكن اعمل فيلم ابتسم انت في مصر، فيلم بين روسيا ومصر وعوده السياحه الروسيه. طبعا بفكر فيه من سنه، لكن فخامه الرئيس بدا مبادره والحمد لله ومرجع الطيران الروسي مع رئيس بوتين. احنا كنا هنفكر من سنه ازاي، ما كناش نعرف ده يحصل. كمان ده حاجه كويسه جدا الاثنين ينزلوا مع بعض او يبقوا مع بعض مع كاس العالم، ويبقى السياحه هتبقى اكتر من اول كمان. فعملنا فكره الفيلم اللي هنشوفه ابتسم انت في مصر، لانه فيلم قصه حقيقيه بيورينا ازاي الناس بتيجي هنا وتنجح، لان كل الافلام اللي شفناها قبل كده ازاي المصري راح هناك وبقى بطل او بقى رجل اعمال او كده او كده او كده، ما شفناش حد بيجي من بره يبقى هنا وينجح في مصر. Actually it's a novel and I wrote the script. And what about the idea, why it came to me? It was not coming to me. It was normal, natural, because I'm living in Egypt since 1991 and it's my second home. So it's very logic that I will write something about Russia and Egypt. In Russia in 1993 it's happening this revolution. Yeah. They are shutting the White House, our White House, not American one, with tanks. Yeah, so people, they are feeling that their world is upside down. So four girls who really feel this because they just finished the school and they don't see any future, they have a chance to come to Egypt to work. They are taking this chance, they are coming and they are seeing that this is paradise. So, of course, after they find out that it's not everything like they were imagining, but it's okay. It's comedy, it's light movie. And also, it's not my idea, but it's happened like this, that Egypt also had revolution. So, and that's why we have something common in this story. هي كتبت أكتر من رواية، حوالي سبعة. ابتسم أنت في مصر كان أول رواية فيهم. ودايما الفنان اول عمل ليه هو اهم عمل او بيحبه اكتر شويه او منحاز ليه. لما طبعت الروايه انا يعني شفت احداث الروايه قدام عيني بصراحه، وحبيت ان انا اقنعها ان احنا نكتبه سوا، نعمله سيناريو فيلم، لان عجبتني جدا. شفت ان هي حاجه ظريفه وحاجه احنا محتاجينها. احنا محتاجين نعمل سينما يعني نقول عالميه، نقول اكتر من دوله مشتركه فيها، حاجه بتظهرنا، تظهر المصريين بطبيعتهم الكويسه الحقيقيه، مش اللي بيحصل النهارده. وده كان بدا من 2012، بدانا نكتب السيناريو تقريبا 2014 كان بدات الاتصالات بيني وبين خالد مهران المخرج ان احنا نحول الفيلم.